الاسعار تبدا من 25 وانت طالعه يعني لغايه 1200 جنيه. هو في اللي هو الازاز، في منه اشكال، في نجمه، في حاجه اسمها ابو ولاد، في حاجه اسمها مقرنص، كل حاجه وليها سعر. الخشب من 25 برضه وانت طالعه. ما هو والبشمعة اللي هو الازاز، 25 الصغير، ما فيش الا اصغر. ما هو 25 30. في النجمه الكبيره دي ب 250، وفي فانوس اسمه ابو ولاد ب 500، وفي فانوس ثاني اسمه شويفس اللي هو زي دوت كده بيبقى ب 250. الزينه تبدا من 10 جنيه اللي هي الورق، وفي قماش ب 15 جنيه، وفي بقى يعني خدديات وبتاع وكراسي ده يبدا الكرسي مثلا من الزينه القماش ب 15، في زينه ورق برضك على ايه في رمضان تبدا ب 10 جنيه. اصلا البيع بتاع الفوانيس بيبدا بالليل من الساعة 5 لغاية الساعة 12، إنما كان الحظر كان الساعة 5 أو الساعة 6، ما كانش حد بيلحق يبيع حاجة يعني، كل واحد على حسب إيه ما بيخلص اللي عنده، في اللي بيفضل عنده شوية بيخزنه، طبعًا بقى لما الجو بيريح بيخزنها بيشيل السنة الجاية، وفي بقى اللي بيخلص وبيروح.